السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أسمر الجزائري. مباشرة ندخل في المشروع تاعنا، واللي هو هنا عندنا كيلو نتاع الكاوكاو اللي كنت حمصته غير شوية، يعني التحميص يكون خفيف برك باش كي نقليه ما راحش يعجل لي، وكذلك راح يعطينا نكهة ولا ذوق بزاف شباب في هذا الحلوى نتاعنا. هنا عندي كيلو تاع كاوكاو اللي كنت وريت لكم في الوصفة اللي فاتت كيفاش قشرته بكل سهولة. تحبوا تشوفوا الطريقة كيفاش، شوفوا في الفيديو السابق. هنا بعد ما ريحه الكاوكاو تاعي ريحته يكون شويه خشين، يعني باش ما يقرس لكمش الكاوكاو تاعكم، ولا كما نقولوا حنايا ما يتعجل لكمش، ريحوه خشين. واش راح ندير انا باش نخدم الحلوى تاعنا؟ اللي نحتاج 3 كيلات نتاع كاوكاو يكون البلا، شوفوا كيفاش يعني جاي مسطح، ما ديروا بومبي يعني عالي ولا يكون ناقص كيلة سوا. جاوني 3 كيلات نتاع كاوكاو اللي ريحتو ريح خشين. بالكيله هذه واش راح نزيد ندير لها؟ راح نزيد كيله الا ربع نتاع السكر، كيله الا ربع تاع السكر، ولا تقدروا ديروا ربع ولا نصف كيله تاع السكر، يعني حسب اللي ما تحبوش حلاوه بزاف نقصوا من السكر. درت ملعقه صغيره ولا نصف ملعقه تاع اكل اللي هي عطر الفانيليا، ودرت ملعقه صغيره نتاع القرفه. تحبوا تستغنوا على القرفه كذلك، اللي ما يحبهاش ما يديرهاش، ولكن ذوق تاعها القرفه والفانيليا حتى ذوق مميز ورايا. وهنا واش راح ندير؟ راح نلحي الكاوكاو تاعي هذاك مع السكر. هنا تتفادوا انه الكاوكاو تاعكم يولي معجن ويولي معلك، يعني في كل الحلويات تاعكم المعسله ماذا بكم الكاوكاو تقليوه شويه وتخلوه يبرد باش تريحوه. هنا راح نلحيه الريحي يكون متوسط، ماشي رقيق بزاف وماشي خشين بزاف كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. هنا في الكيلو درت زوج مغارف ولا زوج ملاعق نتاع اكل اللي هما مارغارين هكذا، ونبداو نبسو في هذاك الكاوكاو نتاعنا اللي فيه القرفه وفيه الفانيليا وفيه السكر حتى يتبسس مليح مليح. واذا الزبده راح تعطي واحد الطراوه ما شاء الله في هذا السيجار نتاعنا. زيد هنا عندي الماء الزهر، راني ندير لكم التقويم شحال يسقم، يعني 3000 2000 يعني حسب القيمة نتاع هذه الخلطة، ماشي القيمة تاع المواد اللي نشري فيها. ممكن ما زهر راهو يدير 6000، ولكن انا نقول لكم شحال استعملت فيه، يعني ما قامت 3000. تقدروا ديروا بالكيلة هنايا، ولكن انا تعمدت اني نرش المزهر غير باليد نتاعي، ولا نرش ونشوف حتى تحصلوا على خليط يكون متماسك، يعني يولي يتماسك كأنها عجينة ولكن ماشي طرية بزاف، مليحة. يعني كي ديروا بها حربوش صغير ولا حاجه، هي هذيك العجينه تاعكم تتحربش. هنا خليت تاع حوالي واحد ربع ساعه باش السكر تاعي يزيد يذوب شويه وما يجينيش محجر، ولا ما يجيش كيما نقولوا حنا يتقرمش كي تقعدوا تاكلوا في السيجار نتاعكم. هنا هذه كي شغل كانها لصقه اللي نغلقوا بها السيجار تاعنا، حطيت زوج مغارف تاع فرينه ونحط لها كميه تاع الماء ونخلطها حتى نتحصلوا على خليط يكون كيما يقولوا شبه سائل. هذه الخلطه اللي رايحين نغلقوا بها الديول نتاعنا ولا الاوراق تاع البوراك نتاعنا. نقدر نقول لكم ديروا بياض البيض ولا حاجه، ولكن هنا مش حاب نخسركم، حاب تكون حاجه شويه تكون اقتصاديه. نجيبوا سميوه ونديروا فيها ساشيه كيس غذائي ونحطوها بجهه. هنا راح نبداو العمليه نتاعنا. هنا عندي الديول ولا كاين اللي يسموها الملسوقه، كاين اللي يسموها الاوراق، كل واحد كيفاش يسموها. هنا زوج باكيات 18000، الباكيه واحده برك دير 9000. واذا لقيتوا الباكيات ولا الديول تاع الدار استعملوا الديول تاع الدار احسن واحسن، ولا الاوراق تاع الدار اللي يخدموهم في الدار. وهنا باش تكون كيفاش نقسموا الحبه تاعنا في الوسط، شوفوا شفتوا الخط الوسطاني اللي شغل لاصقة فيه ساشيه، ثم قطعوا بالموس راح تجيكم الجهتين متساويتين، يعني هذاك الزوج في الوسط تجيكم قد اللي منا قد الاولى قد الثانيه، ما تجيش جهه كبيره وجهه صغيره. هذاك هو كيما نقولوا حنايا المركز تاعكم ولا الروبيرك واحد كيفاش تسميها. نجيبوا ميزان ونستعملوا كوريات ولا شويه من هذا الخليط تاع الكاوكاو اللي الوزن تاعو 30 غرام، يعني هنا حبيت نوريكم برك بالميزان شحال يوزن، ولكن انا نستعمل غير بالمغرف. المغرف تاعي شوفوا قيس مغرف ماشي معمره مليح، مغرف نتاع ماكله ماشي معمره مليح، ونحط في الجهه تاع السفليه تاعي تاع الديول هذيك النصف دائره، ونحاول نحلها قد السيجار ما يكونش خشين بزاف وماشي رقيق بزاف، نحاول نطبق الاطراف
شوف بهذه الطريقه، ولصق بهذيك اللصقه تاعي تاع الفرينه بالبانسو بهذه الطريقه، وكل ما تلصقوا زيروا مليح يعني مسكوها جيدا، وحطوا هذه في الصينيه اللي فيها النيلون اللي فيها الساشيه ولا الكيس الغذائي، هلا باش ما يضربش عليه، باش ما يضربش الهواء، وكذلك ما شرحت نشوف لكم الديول تاعكم وما يبسلكمش. شوفوا كيفاش حليت مستطيل في الوسط كانه سيجار، ونعاود الاطراف نلصقهم باللصقه تاع الفرينه هذيك اللي عملتها هي بالماء فقط، ونطوي الاطراف بهذه الطريقه. وشوفوا الجهه هذيك لازم تدخلوها للداخل، يعني الجهه اللي راهي في يدكم تطوي تكون اقل من هذاك الحجم تاعها. نشاركوني راكم فاهمين المعلومه جيدا، يعني الجهه السفليه تكون طويله على الجهه الفوقانيه كي تعودوا ترويو فيها. نعاود لكم واحده معايا وركزوا مليح. حطيت ندير اللصقه على الاطراف، نطوي ندير دوره نطوي من الطرفين، والجوي هذوك يكونوا فوقانيين يكون اقل سمكا من التحت ولا طولا من التحت، والرولي باش تجيكم الحبه تاعكم متساويه وما يجوش فيها كما نقولوا حنايا الزوائد خارجين من النومن. نطويهم كامل نخدمهم هنا. هذا البورك تاعي ولا هذا السيجار تاعي خرجوا لي 40 حبه، يعني في الكيس واحد تاع الساشيه تاع الديول فيه 10 ورقات، و10 ورقات كنقسمهم على 2 يتسمى 20. تسمى انا خدمت هنا زوج باكيات اللي هما 40 حبه نتاع البورك. نديرها في نار في الزيت تكون ماشي معمره مليح، حذاري ما تعمرش الزيت بزاف ما تعوموهاش، يعني شوفوا كيفاش وصلها للوسط تاع الزيت. النار تكون متوسطه، الوقت اللي يسخن الزيت نتاعكم تبداو تحطوا في الحبيبات تاع البورك نتاعكم، ولا عفوا في الحبيبات تاع السيجار نتاعكم في هذا الزيت، وتبداو تقليو فيها دائما على نار تكون متوسطه، يعني ما تزيدوهاش نار بزاف باش البورك ما يتحرقلكمش ولا هذه السيجار ما يتحرقوش من برا، والداخل يقعدوا خضوره. لازم شغل النار متوسطه باش تبو كامل مره واحده. وهذا الوقت اللي وقت اللي نشوفهم بداو يتحمرون نبداو نقلبوا فيهم نقلبوا فيهم الجهه الثانيه نتاعنا باش يتحمروا كامل وياخذوا كامل تحميره مليحه. علاه دائما ننصحكم بالديول تاع الدار؟ لانهم الديول تاع الدار يتخدموا بالدقيق ويجوا كذلك يتحمروا كامل مره واحده ويجوا التحميره تاعهم شابه. انا اضطريت نخدم بهذا الديول نتاع المحلات وانا مش ما نخدم به، ولكن اضطريت باش نوريكم الفيديو فقط، ولكن انا هنا النتيجه ما عجبتنيش لانه خرجوا الحبات يعني جهه حمراء وجهه تلقاها تحسوها شغل باللي بيضاء. ولكن ننصحكم انكم تستعملوا الديول تاع الدار، وماذا بكم تخيروا الديول تاع الدار اللي تكون الحبه تاعو كبيره، يعني الورقه تاعها تكون كبيره باش تقدروا تقسموها على نصفين. واذا جبتوا الديول تاع الدار ولا شريتوا الديول تاع الدار اللي يكون صغيره يعني الدويره تاعها صغيره، استعملوا ورقه كومبلي على خاطر مش حتجيكم مليحه لو كانت تقسموها على نصفين، حتجيكم رقيقه بزاف. وهذه هي الديول ولا لي سيجار اللي حتخدموهم كمشاريع، مادا بكم حبة تكون زاكيه ومليحه وتعمر العين. اللي يحب يشري هذه الديول راح ولا هذو لي سيجار راح كذلك يقنع بها بالحبة تاعها وبالسعر نتاعها. هنا بعد ما نحيتهم الزيت قطرتهم في الكسكاس يعني ثمثم غير قطروا شويه برك، يا ربي نصف دقيقه نعاود ديريكت نحطهم في العسل. العسل هنايا العسل منزلي 20 كيلو تاع السكر وخدمت به هذه العسيله. انتم ماذا بكم دائما تخدموا بالعسل المنزلي غير بعشرة برك تخدموا العسيله في الدار. انا حطيت لكم كذلك فيديو سابق كيف خدمنا العسيله، راح كذلك نحط لكم في صندوق الوصف ولا في اخر الفيديو راح نشوفوا كيفاش نخدموا هذه العسيله. انا في الاخير كان بعد ما قطرتهم حطيتهم في الكسكاس، جبت في قس 5000 تاع جرجلان راح تخدم لكم كميه ما شاء الله، ونغطس الاطراف بهذه الطريقه باش على الديكور نتاعها. انا تحبوا تزيدوا لها ديروها كاوكاو يعني مطحون، تحبوا ديروا فيها الفو بيستاش هذاك يجي اخضر كانه بيستاش، مهم التزيين يولي اختياري. العلب تاعكم اللي تعلبوا فيهم هذو تاع البلاستيك راكم تشوفوا فيهم. دائما قلت لكم التسعيره نتاع الحواجين والحواجيات اللي معتمدينها يحسبوا الخساره اللي كانت عندي، الخساره تاعي 90000 نضربوها في 2 راح تجيني 180000 تكلفه المشروع 90000. دائما الحواجين والحواجيات كيفاش يحسبوا الخساره يضربوها في 2 ما يضربوهاش في 3، حذاري تضربوا في 3 هنا تدوا حقكم وحق غيركم. دائما التكلفه 90000 في 2 جينا 180000، هذه اذا بعتوها كما نقولوا حنا جمله ديريكت، وحده قالت لكم كوموند تاع كذا 40 حبه، وكيفاش تعرفوا سعر الحبه تضربوا 180000 تقسموها على
40 حبه، 108 تقسيمها 40 حبه راح تجيكم 4500. لهنا تسعيره الحبه شحال تبيعوها؟ راح تبيعوها 5000 للحبه بالديتاي ولا بالجمله؟ بالجمله لاي محل، محل تاع بيع الشاي او محل او مقهى او محل بيع الشاي ومكسرات ولا هكا في طابله ولا مكان مواد غذائيه، تبيعوها له 5000 للحبه، هو راح يبيعها 6000 ل 7000 للحبه. وكذلك حتى تبيعوها بيع المباشر يعني من واحد لواحد، يعني خدمت عليكم كومون تحسبوها كيف كيف 5000. يعني انسانه حبت تخدم عليكم لي سيجار في الدار، قالت لك خدمي لي 40 حبه 50 حبه، تحسبيها لها 5000 للحبه، ولا حبيتي تساعديها بيعيها لها 4000 او 4500 للحبه. خاوتي خياتي ان شاء الله يكون عجبكم مشروعنا تاع اليوم، ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وترجعوا لي بتعليقاتكم في اسفل الفيديو، وما تنسوش بارطاجوا تعليقات تاعكم شابين رائعين كما انتم. تهلاو في حياتكم بزاف بزاف، سلام.